واقفه والله، واقفه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. تست صوت، 1 2 3. تست صوت، امان امان الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. تست. السادة الزملاء، اسمحوا لي ارحب باعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين عقدوا اجتماعنا اليوم تضامنا مع صحيفة الوقت، وزميلنا الأستاذ جمال فهمي. كل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تفضلوا. إحنا بنشكر تضامن في جريدة الوقت، بنشكر تضامن الصحف المصرية وكل الصحفيين الشرفاء ونقابات الصحافة في الوطن العربي التي ضامنت معنا في ظل الاعتداء اللي تعرضت إليه صحيفة الوفد وحزب الوفد بالأمس. اسمحوا لي أقدم جميل العزيز الأستاذ جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكيل أول نقابة الصحفيين. ومع بعد إذنكم الصوت الإخوة بتوع الكاميرات، أنا عارف إنكم عايزين تصوروا، إنما بعد إذنكم الصوت علشان نسمع بعض. الزملاء اللي واقفين لو قعدوا، لو سمحتوا اقعدوا يا جماعة، لو سمحتوا اقعدوا أو مشوا الناس اللي واقفة هنا. بعد إذنكم. أستاذ جمال فهمي، اتفضل. مساء الخير للزملاء جميعاً. احنا مجلس نقابة الصحفيين عقد النهاردة اجتماعا طارئا استثنائيا في دار صحيفة الوفد، والرسالة واضحة اننا باسم كل صحفيين مصر وباسم كل الزملاء الاعلاميين اللي انا شايفهم قدامي الان، باسم الجميع بل باسم شعب مصر كله، ليس نتضامن مع زملائنا اللي تعرضوا لهذا العدوان الإجرامي الهمجي اللي تعرضت ليه صحيفة وحزب الوفد بالأمس، لكن احنا بنتضامن يا زملاء، احنا بنتضامن مع أنفسنا، بنتضامن مع حق شعبنا وحق أهلنا في كل مكان على أرض هذا الوطن. هؤلاء المجرمين يتصرفون كأي مجرم،
يكره النور. لم نرى ابدا مجرم ولا عصابه اجرام تمارس اجرامها الا في الظلام. لهذا هي تكره النور، تكره نور الاعلام ونور الصحافه الحره. احنا عملنا اجتماع في المجلس النهارده، اسمحوا لي اقول لكم البيان والقرارات اللي اتخذها المجلس اللي انهى دقائق اعمال. عقد مجلس نقابه الصحفيين اجتماعا استثنائيا طارئا في مقر صحيفه الوفد، وراس الاجتماع وكيل اول النقابه للتضامن مع الجريده وصحفيين عقب الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له صحيفه الوفد. ومجلس النقابه إذ يرصد بغضب شديد مظاهر العدوان الفاشي المستمر والمتكرر على صحف وسائل الإعلام المصرية والهجمة على حريات النشر والتعبير في هذا الوطن، فضلا عن تهديد السلامة الشخصية وحياة الصحفيين والإعلاميين، فإن المجلس يدعو جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين بالحريات إلى الاصطفاف والاحتشاد للتصدي لمن يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحي في مواجهة القلم والعدسة، في مسعى خائن لطمس جرائم الميليشيات المسلحة التي تعيش في البلاد عنفا وفسادا وترويعا وقتلا، وكذا حد مظاهر الاتجاه بدفة الحكم إلى استبداد فاضح وسرقة لدماء الشهداء وإفراغ لثورة يناير من أهدافها ومضمونها. ويلفت المجلس أن المعلومات التي كانت متاحة حول استهداف مقر صحيفة الوفد ومقر الحزب وعدم التصرف حيال هذه المعلومات يعد تقصيرا امنيا فاضحا، ويفتح الباب امام تساؤلات حول دور الامن في حمايه في تنفيذ واجبه في الواقع في حمايه الشعب المصري وانقلابه الى حمايه المعتدين في واقعه لابد ان نعتبرها يوما اسود في تاريخ الصحافه والاعلام المصري. ويشير المجلس الى ان الاعتداءات التي تبدو منهجيه ومدبره ومنظمه وتمت كلها في اسبوع واحد واستهدفت في النهايه مقر جريده الوفد ومحاوله حرقه وقبله ما جرى من جريمه اغتيال جبانه للزميل الشهيد الحسيني أبو ضيف والضرب المبرح الذي تعرض له والتعذيب أيضا الذي تعرض له الزميل حسين العمدة في جريدة الوطن، ثم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والتهديد العلني بالقتل للعديد من الصحفيين والإعلاميين، مع استمرار استعداء الرأي العام على الصحافة ووسائل الإعلام والتحريض ضدهم، كل هذا يبدو مخططا بشكل منهجي ويتم احيانا تحت رقابه وسمع وبصر اجهزه في الدوله يصل الى درجه التواطؤ، وذلك ضمن سياق معادي للحريات عموما يحتضنه النظام الحالي بالسكوت على التحريض ضد الاعلام بل ورعايه هذا التحريض. ويحمل مجلس النقابه رئيس الجمهوريه ومن ورائه وزارة الداخلية وجميع سلطات الدولة التنفيذية مسؤولية هذه الاعتداءات وما يترتب عليها، ويدعو المجلس لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفورية والحاسمة لحماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام وحياة العاملين بها. وقد قرر المجلس ما يلي: أولا، الانضمام إلى البلاغات التي قدمتها صحيفة الوفد للنيابة العامة بشأن الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له الصحيفة، ويدعو المجلس جموع الزملاء
للمشاركة في المسيرة التي ينظمها الزملاء العاملين في الصحيفة الوفد غدا من الاثنين في الثالثة عصرا من مقر، والتي ستنطلق من مقر الجريدة إلى دار النقابة الصحفيين الساعة 3 بكرة إن شاء الله. ثانيا، تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له باعتباره رئيس الجمهورية مسؤولاً عن عدم تنفيذ القانون والتقاعس عن أداء واجبه في حماية جميع المواطنين. ثالثاً، قرر المجلس الدعوة لاجتماع مشترك يوم الخميس المقبل 20 ديسمبر 2012 مع رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي القنوات الفضائية وكل المعنيين بقضايا الحريات والمثقفين للنظر في وسائل مقاومة الهجمة العدائية غير المسبوقة التي تستهدف حق المواطن المصري في صحافة وإعلام الحر بمقر الوفد. نعم، سيكون هذا الاجتماع يوم الخميس المقبل الساعة 6 مساء بمقر صحيفة الوفد. رابعا، قرر المجلس تسمية قاعة المسرح الكبرى بدار النقابة باسم قاعة الشهداء تكريما لشهيد حرية الصحافة أحمد محمود ولشهيدي حرية الصحافة أحمد محمود والحسيني أبو ضيف. كما قرر المجلس البدء فورا في إجراءات تصميم نصب تذكاري تخليدا للشهيدين واعتبار يوم استشهاد الزميل أبو ضيف 12 ديسمبر عيدا سنويا لحرية الصحافة والإعلام. خامسا، يدعو المجلس إلى وقفة صامتة بالأقلام والعدسات في الواحدة ظهر يوم الأحد المقبل 23 ديسمبر 2012 أمام دار النقابة يشارك فيها صحفي وإعلامي ومثقفي مصر تحت شعار الصحافة والإعلام الحر نور لن ينطفئ أبدا. شكرا جزيلا. الزملاء الأعزاء، يعني فاتني أن أشير، حاضر يشير إلى أن العزاء الذي تقيمه نقابة الصحفيين للزميل الشهيد الحسيني أبو ضيف يوم الأربعاء المقبل من الخامسة حتى الثامنة مساء أمام في سرادة سوف يقام أمام دار النقابة في شارع صابون. لا، أول أصلا يعني عزاء. طيب اتفضل. لا بس أعرف اسمه صحيح. أهلا بمصر. إلى متى سيصل مجلس النقابة تحمل الصحفيين تجاه موقفه السلبي لأسلوب الدكتور حيوان ينتقد الصحفيين؟ كلنا شايفين أي موقف مستسلم تمام. يعني حتى جنازة الحسين أبو ضيف استكبر إنه يقف معانا لأسلوب النقابة ويحكم ضد القوة الغاشمة اللي هي العقوبات. مجلس النقابة إيه بده؟ زميلي عزيز لم يقصر، نحن في مجال أقوى وأهم كثيرا من الاسم الذي ذكرته، ولكن فقط أشير لك إلى أننا اتخذنا قرارا هذا هو الأول في تاريخ النقابة إلى عمرها 75 سنة في حالة الزميل ممدوح الولي وهو ونقيب إلى التأكيد. هذا عار أظنه كاف تماما. في أسئلة ثانية يا زملاء، أنا بشكركم جميعا، شكرا جزيلا لكم جميعا، أنتم جميعا مدعوون للوقفة إن شاء الله، مدعوون بصفتكم الشخصية مش بس العمل، الوقفة اللي هي هتتم إن شاء الله قدام النقابة يوم الأحد المقبل الساعة 1 بعد ساعتكم هذه، وخلوا زملاء آخرين يصوروكم وانتم بالعدسات. شكرا جزيلا. والمسيره بكره اللي هي هتنطلق ان شاء الله من هنا من مقر صحيفه الوقت هيكون فيها زملاء تامين العزاء والتامين من اربعه. ده تذكره يعني بكل اللي بكره الساعه 3 ان شاء الله المسيره من هنا الى دار النقابه الصحفيين هتمر على مبنى دار القضاء العالي حيث النيابه العامه وحيث ايضا لحسن الحظ يعني قضاة مصر الشرفاء من النيابة العامة يعتصمون تحت مبنى دار القضاء العالي احتجاجا على هذا العدوان الغاشم. والحقيقة لم يوفره أحدا في هذا الوطن في الاعتداء عليه، صحفيين وإعلاميين وقضاة ومحامين وحتى أهلنا
من كانوا النهارده من كانوا امبارح بيحاولوا يصوتوا وانتكبوا جريمه تزوير فظيعه جدا. هم بيعزوكم لهذا السبب لانكم تفضحونا من ارتكاباتهم وجرائمهم. بشكركم شكرا جزيلا. تذكير بس بالمواعيد يا زملاء، بس لو سمحتوا بذكركم باجنده المواعيد. احنا بكره المسيره من جريده الوفد الى دار نقابه الصحفيين، بكره الاثنين يوم الاربع ان شاء الله العزاء وحفل التأبين للشهيد شهيد الصحافه المصريه حسين ابو ضيف امام مبنى النقابه من الساعه الخامسه الى الساعه الثامنه مساء. ثم يوم الخميس المقبل اجتماع لرؤساء تحرير الصحف ومسؤولي الفضائيات ووسائل الاعلام المصريه كافه في هنا في مقر جريده الوفد. ثم يوم الاحد الساعه السادسه مساء. ثم يوم الاحد الوقفه الاحتجاجيه الصامته امام النقابه احتجاجا على ما يحدث من اعتداءات همجيه على الصحافه والصحفيين. شكرا.